باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. نتابع دراستنا في سفر صمويل الثاني. شفنا إزاي داود عندما لم يصعد إلى الحرب بطل الحروب الروحية ومعها بطل يحارب في جيشه، وإزاي أنه تكاسل وأطلق العنان لعينيه لكي يرى ما لا ينبغي أن يراه، ان هو اتحارب بالشهوة وسقط في الزنا مع بتشبع التي لأورية، واراد ان يخفي بمكر خطأه فوقع في خطية اخطر اللي هو رتب قتل أورية. هذا الانسان المحارب المخلص لإسرائيل والمخلص لله ولشعب الله. وشفنا المرة اللي فاتت ازاي ربنا ساب داود سنة بحالها وبعت له ناثان ينذره بطريقة لطيفة، وقلنا ياريت ان كل واحد فينا يكون مرتبط بناثان اذا كان هو اب الاعتراف او اذا كان حد بيشجعه على حضور الكنيسة، علشان عندما الانسان يتوه بعيدا عن الله يجد من ايه يرده. يعني كده الانسان اللي بيبقى ليه متى سقط يوجد اخر ايه يقيمه. ربنا قبل أن لا يميت داود حسب الشريعة لأن من قتل يقتل، ولكنه حكم على داود حكمين. الحكم الأولاني هو الشر في بيته، والحكم الثاني هو أن السيف لن يفارق بيته. وده بيعلمنا مبدأ أن أحيانا ربنا بيسمح بالتأديب. يعني في فرق بين المغفرة، لأن عدم المغفرة تمنها جهنم، لكن ممكن أن ربنا يغفر بس يعطي للإنسان تأديب على خطاياه. هذا التأديب ليس نوع من الانتقام، لأن المبدأ نفسه أن مهما ربنا سمح بآلام في حياة الإنسان هذه الآلام لا ترتقي لمستوى أنها تغفر خطاياه، وإلا نخش في موضوع يشبه المطر. لكن هذه الآلام لألا يعود فيسقط، لأن الإنسان عندما يسقط هو يسقط عن ضعف معين في حياته. فلو ربنا ساب الإنسان ده وخلاص معلش، زي بالظبط عيالنا لما يجي واحد يغلط ونقوله طب خلاص معلش، خلاص معلش يعني هيعملها إيه تاني. فربنا هنا بيسمح بهذا التأديب لألا يكترث الإنسان على تكرار الخطأ. وفي حاجة تانية، ان احيانا في اخطاء لها عقاب ارضي وعقاب سماوي. بمعنى ان احيانا مثلا زي خطية زي الزنا والقتل دي القانون المدني بيجرمها. يعني حتى لو ربنا ما عاقبش داود مفروض ان لو في قانون بيحترم، بس المشكلة ان لما بينفذ القانون هو اللي بيغلط بيبقى دلوقتي مين اللي هينفذ عليه القانون؟ مين اللي هيروح يقول له؟ هو أبنير كان واخدها له حتة ذل ليه، لكن في نفس الوقت ما كانش هيقدر يعمل له حاجة. إصحاح 13 هنبتدي نشوف ما حكم الله به على داود هيبتدي إيه يتنفذ. عشان كده حلو إن احنا نقول ربنا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، لأن خطايانا دي بالذات الجملة اللي اتكررت كتيرة المرة اللي فاتت او تكررت مرتين على الاقل بتاعت ان داود صنع الشر في عيني الرب، فدي نقطة طبعا صعبة. يقول وجرى بعد ذلك انه كان لأبشالوم ابن داود اخت جميلة. أبشالوم هو الابن الثالث من ابناء داود، وكان ابن واحدة اسمها معكة بنت ملك من الملوك البلاد اللي هم حواليها. يعني هي مش اساسا ام يهودية، فهو داود كان اتجوزها لان كان ده عرف سائد في الوقت ده، ان الملوك علشان يتصاحبوا على بعض ومبقاش في حروب بينهم فكانوا يناسبوا بعض. يعني حتى من الحكايات هيرودس مثلا اللي قتل يوحنا كان ساب مراته وخد مرات فيلبس اخوه، فاللي سابها دي كانت بنت الملك بتاع اريبيا بتاع العربية، فلما سابها راح طبعا حاربوا عشان بنته، وكانت النتيجه ان راح قيصر ندهله وشاله من الايه من الملك. فالحته دي كانت منتشره، يعني
يناسبوا بالبنات يعني. فأحبها أمنون ابن داود. أمنون ده كان الأول، والأول في الأولاد بيبقى هو الوارث للإيه؟ العرش، أو هو ولي العهد. ولكن للأسف أمنون ما كانش على هذا المستوى من المسؤولية، كان إنسان تقوده شهواته. فبيقول إن أبشالوم ده ليه أخت جميلة اسمها ثمار، وأحبها أمنون ابن داود. هنا في العربي كلمة حب ما بتذكرش غير بحب بس، لكن الكلمة دي في الأصل أو في اليوناني كمان، طبعا الأصل هنا مش يوناني، الأصل عبري، ليها أكتر من استخدام. يعني فيه هنلاقي كلمة اسمها إيروس، كلمة اسمها فيليا، وكلمة اسمها أغابي. الكلمة هنا في الأصل فيليا، إيه الفرق بين التلاتة؟ لأن في العربي كلهم شكلهم إيه؟ واحد. وده بيلخبط الناس بين حاجتين مهمين جدا، هما الفرق بين الحب والشهوة. إيروس هو إن الواحد يحب نفسه. يعني إيه يحب نفسه؟ ابتدت إزاي؟ واحد راح يشرب مية، فبص في عين المية شاف صورته فعجبته صورته، قاعد يتفرج على صورته لما مات وهو قاعد كده. لا، ما وقعش، مات وهو قاعد كده من حبه لنفسه. انا مش ده موضوع كبير، انا مش هخش في التفاصيل، بس يعني مجرد تعرفوا الفروق. يعني فيليا هي نوع بتخش فيه العاطفة، فهي زي العلاقات الاجتماعية ولكن بتحركها الشهوة. بتحركها ايه؟ الشهوة. ودي مشكلتها انها بتبقى الانسان بيرتكز فيها حوالين نفسه. النوع الثالث اللي هو الاغابي، اللي هو المحبة المسيحية، وده اللي هو على مثاله محبة الله. يعني انا لما بقول الله محبة، بقول معاها الآية اللي بتقول هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ايه؟ ابنه الوحيد. طيب لو انا يعني عايز معلش اخش في الحتة دي شوية عشان نشوف ايه اللي بيحصل هنا، ايه الفرق بين الشهوة والحب؟ وده اللي احنا دايما كتير نعلمه للولاد، difference between lust and love. الانسان العادي اللي ما فيهوش ربنا اللي بيحركه شهواته. الشهوة دي عبارة عن رغبة بتتحكم في الانسان، بتخضع عقله وتخضع ارادته، تتحكم فيه، بتبقى عاملة زي واحد انت مغميه كده وبتحركه. لذلك كل انسان نقطة الضعف اللي فيه هي ايه؟ شهوته. بمعنى ايه؟ مش كل الشهوات حركات علاقات جسدية. في واحد يشتهي المال، فتلاقي حتة المال عنده دي هي ايه؟ كل حاجة. وفي واحد يشتهي مثلا الاثوريتي، الباور، عايز مركز. وفي واحد يشتهي الحال الجسدية، فتلاقي شهوة الإنسان هي اللي بتقوده، هي اللي بتحركه. وده اللي اتكلم عنها الكتاب، إن كل واحد بيعمل إيه؟ بيحقق إيه؟ شهوة إيه؟ قلبه. إن أنت لو قلبك عايز عظمة، هتلاقي نفسك أي حاجة تعظمك بتمشي وراها. الشهوة دايما بتاخد، بتمتص. عشان كده الكتاب المقدس قال لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يبيد وإيه؟ وشهوته معه. على عكس تماما الحب. الحب قوة خلاقة، لأن دي طاقة إلهية، ودي اللي ربنا حطها فينا، لأن الله هو مصدر المحبة. يعني لو احنا خدنا زوج وزوجة، أو أب وولاده، أو أم وأولادها، أو كل ده، نلاقي ان الطاقة دي طاقة حب. تلاقي الام بتحب ولادها وبتبذل نفسها، تتعب من اجلهم، وهي ممكن تكون ما بتاخدش حاجة، واخدين بالكو؟ لكن لو العلاقة دي علاقة شهوة مع نفسك، بقى اللي انا باخده منك. لذلك علاقة الشهوة هي استهلاك للاخر، الحب هو بذل من اجل ايه؟ الاخر. الشهوة تبعد عن ربنا،
لكن الحب دايما مركزه هو ايه؟ ربنا. يعني اي علاقة ما فيهاش ربنا تعرف ان دي مش ايه؟ مش حب. حتى يعني ما تحصروش تفكيركم في العلاقات الجسدية. يعني مثلا لو ايه ام مثلا واب بيربوا عيالهم يقول لك لا ولاد عمك دول وحشين، ولاد مش عارف ايه، دول ايه، دول كل ده مش حب. ده فيلو اللي هو ايه، اللي هي العاطفة، اللي شهوة انا عايز اولادي يبقوا احسن ولاد وبقيت الناس تحت رجليهم. واخدين بالكم؟ مش بس العلاقات الجسدية. زي ما قلت لكم الانسان بيتدرج. يعني الطفل مثلا وهو في صغير عنده حتة الايروس ديت، لان هو بيحب كل حاجة يقولك بتاعتي، حتة بتاعتي دي بتلاقي على طول عند الولاد. وطبعا لو الواحد كبر بيها بتلاقي مركزه بقى في الاستهلاك للآخر والحاجات الجسدية. وأكبر مثل ليه اللي احنا هناخده النهاردة بتاع أمنون ده. يعني هتلاقوا أما نيجي الآية 15 يقول إيه، ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها بها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها، وقال لها أمنون قومي وانطلقي. لو أنا قريت ده في النص الأصلي مش هلاقي التي أحبها، هلاقيها فيلو. فكانت إيه، عارفين أنت لما تبقى هتموت على حاجة وأول ما تجيبها دي مش حب، ده إيه؟ مش حب. زي ما قلت لكم الناس الناضجة بيبقى حب الفيليا اللي هو أو الفيلو اللي هو الرومانسي عاطفة، لكن العقل بينخفض فيها. واحنا دايما بنقول الولاد بيمروا بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية بيبقى العاطفة كبيرة جدا، والمخ أنا عندي برزنتيشن لطيفة بس مش عايز أخد وقت في الكلام ده، بيبقى العقل قد كده والقلب قد كده، عنده 15 سنة 16 سنة وبيحب. وبعدين لما يكبر بقى 25 تلاقي العقل والعاطفة قد إيه بعض. أما يعدي 35-40 تلاقي إيه، القلب بقى قد كده والدماغ دي بقت ايه، طب انا هتجوزك، هاخد منك ايه، هستفيد ايه، هعمل ايه، بتعملي كام، بتعمل كام، مش عارف ايه، كلام زي كده. طبعا الكلام دوت يعني ده بعيد عن الحب خالص، لان دي علاقة استهلاكية. لكن عشان نلخص الموضوع ده ونكمل الاصحاح بتاعنا هقول كده عناوين، وكل واحد يقيس نفسه ما يسميه حب في حياته، ايه الصفات اللي فيه من الحب، وايه الصفات اللي هو كان فاكرها حب وهي اساسا شهوة. الحب عطاء والشهوة اخذ. الحب ايه؟ عطاء. يعني ما ينفعش اقول لواحد انا بحبك وانا ايه، لا انت لو بتحبني كنت تعمل كده عشاني، انت ولا بتحب ولا حاجة، انت بتستهلكه. أخدين بالكم؟ فالحب عطاء، الحب خروج عن الذات، الشهوة استهلاك للآخر. يعني في واحد اسمه كوستي باندالي كاتب كتاب لطيف جدا اسمه المعنى الإنساني للجنس، فبيقول لك لو حبيت حد زي ما بتحب التفاحة يبقى دي مش حب. طبعا زمان كان في الميدل إيست يكتبوا تفاحة لأنها حاجة حلوة يعني، فبيقول لك ده مش حب، لأنك أنت هتعمل إيه في التفاحة؟ هتاكلها، الله يرحمها. فإحنا أحيانا يبقى حبنا كده استهلاكي، يبقى الحب عطاء والشهوة إيه؟ أخذ. الحب بذل. عشان كده المسيح لما اتكلم على المحبة اتكلم على اللي يطلب توبك اديله الرداء، اللي سخرك ميل امشي معاه ميلين، كل دي إيه؟ محبة. الحب يوحد، لأن أنا والحبيب بنرتبط بربنا. لكن الشهوة أنانية، لأن الشهوة إشباع لذاتي على حساب الآخر، أنا بستفيد منك إيه. في الحب الآخر أنا بشوفه ككيان كإنسان، في الشهوة بشوف الآخر كبيسموها كوميديتي أو أوبجكت، حاجة لإشباعي، يعني حاجة استهلاكية. يعني أنا إيه اللي أنا باخده منك؟ انت ما تسألش عليا، انت ما تهتمش بيا، انت ما بتجيبليش، انت ما تعمليش، انا باخد منك ايه. عشان كده الحب هدفه الاخر والشهوة هدفها ذاتي. يعني انا النهاردة لما اكون بحب حد
انا ببذل ذاتي من اجله، من اجل ان انا اريحه. لكن لما يكون شهوه يبقى انا ايوه انا كونسيومها او انا استهلكه. يعني الحب مركزه الله، لان الله محبه، والشهوه مركزها ايه؟ ساعدوني بقى، الانا، الانا، لانها من الانانيه. الحب ما يتغيرش. بمعنى ايه ما يتغيرش؟ يعني لو انت كويس معايا النهارده وانا بحبك هحبك، ولو بكره انت بقيت طريقتك وحشه معايا برضو هحبك. بينما الشهوه بتتغير، واخدين بالكو؟ يعني الواحد لو هو بيتعامل مع حد وتغير معاه يقولك لا خلاص انا مصلحتي، حتى من غير ما يتغير لو خد المصلحه اللي هو عايزها منه خلصت، مالكش لازمه بقى. شفت عود القصب لما تمصوه كده والله طعم السكر حلو في بقكم، وبعد كده تعملوا ايه في العود؟ في الزباله. اهو الشهوه كده. فالحب لا يتغير، ودي بيوريكوا العلاقات الثابته الستيبل ريليشنز من العلاقات اللي هي فيها مصالح. الحب لا يرتبط بالاخذ، عشان كده بولس الرسول قال إن كان كلما نحبكم أكثر نحب أقل فليكن. لأن ارتباط حبي ليكم مش مرتبط بعطاء كلية، أنا بحبكم عشان أنتم محبوبين لدي. وده اللي عمله ربنا، قال ونحن بعد خطاه مات المسيح عنا، يبقى ده حب. لكن لو المسيح قال دول يجي منهم ونعمل عقد معاهم يبقى ده مش حب. الشهوة مرتبطة بالأخذ. الحب بيزيد بالعشرة لأن بنتقارب، لكن الشهوة بتنقص بالوقت لأن باخد اللي أنا عايزه منك فبقالكش لازمة عندي. الحب يقبل الألم، عشان كده في حاجة اسمها جراح الإيه؟ المحب يقبل الألم. حتى المزمور اللي دايما نصليه في الساعة الستة بنقول إيه؟ رفضوني أنا الحبيب. طب هو رفضهم؟ كل من يأتي إلي لا أخرجه إيه؟ خارجا. الشهوة لا تقبل الإيه؟ الألم. الحب بيغفر، أما الشهوة فإيه؟ فتنتقم. الشهوة تنتقم. نرجع لأمنون وسمار. أمنون، هستعمل بقى التعبير الصح للي بيحصل في أمنون، وحقول أمنون اشتهى سمار. أمنون اشتهى سمار. وهنا يورينا قد ايه الشهوه بتاثر في الانسان. في ايه 2 يقول واحصر امنون للسقم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعيه. انتوا عارفين في حاجه في الطب بيسموها سايكوسوماتيك ديزيز، اللي هي مرض نفسي يعمل اعراض كانها اعراض مرض بالظبط، واخدين بالكم؟ فده اللي دخل فيه امنون. يعني هو لو راح لاي دكتور ما عندوش حاجه، كل التشيكس اللي يعملوها له ما عندوش حاجه، لكن هو مريض بشهوته، مريض نفسي، لانها كانت عذراء. طبعا اللي عايز اقول حاجه هنا، المجتمع ده في الوقت ده كانت العلاقات شويه ما هياش زي دلوقتي. فشفنا داوود العظيم دوت قد ايه كان عنده ستات، قد ايه متجوزها، وسليمان هيجي بعديه اكتر. فكان مش غريب ان واحد زي امنون يشتهي ايه؟ اخته، لانها مش شقيقته. فهو ممكن يتحجج بان ابراهيم وسارة كانوا اخوات غير شقة، فيقول لك انا عايز ابقى قديس زي ابراهيم يعني.
طبعا الكلام ده كله مش صح، لان الواحد لما يبقى عنده شهوة بيبرر لنفسه. لكن في حاجة تانية مهمة هنا، ان كانت بنات الملك العذارة ليهم معاملة خاصة، فيسكنوا لوحدهم، يلبسوا ثياب ملونة، ويبقى ليهم نوع من البهاء والمجد. فهو مشكلته ان البنت دي ما اتجوزتش قبل كده، فعذراء، فمش قادر يقرب منها، لان لو قرب منها هيفسد المجد ده وهتعرف. وعثر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا. هو مش لاقي حل للموضوع ده. وهنا أبريكوا أن الشهوة بتغمض عينين الإنسان، بتخليه مش شايف. هو أنا عايز دي وخلاص، بدون أي تفكير، لا بيفكر في النتائج بتاع اللي هو عايزه، ولا بيفكر فيها كأخت حتى لو مش شقيقة، ولا أي حاجة. أنا عايز دي وخلاص. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود. كان فيه لداود أخ اسمه شمعي، كان ليه ابن اسمه يوناداب. يوناداب ده كان مفروض أنه راجل حكيم، لكن أحيانا الحكمة بتتقلب، زي ما الكتاب بيقول الأخذ الحكماء بإيه؟ بمكرهم. لأن أحيانا الحكمة بتحول لحكمة نفسانية شيطانية. وكان يوناداب رجلا حكيما جدا، يعني هو كان مفروض أنه هو يكون إيه؟ حكيم. بس كلمة حكيم جدا دي يعني ممكن يكون حكيم في الخير وممكن يكون حكيم في الايه؟ في الشر. فالحكمة هنا المقصود بيها how to behave، how ازاي تتصرف في موقف. فالجماعة اللي شايفين نفسهم حكماء دولت تعرفش دايما عندهم ايه؟ سكك. فقال له: لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا؟ يعني شايفه بقى كده نفسه مسدودة والسايكوسوماتيك ديزيز اللي بقول لكم عليه ده، هكذا من صباح الى صباح، يعني كل يوم شايفك في النازل كده، عارفين لما تشوفوا حد دبلان كده ومش مش مبسوط. اما تخبرني. فقال له امنون: اني احب سمار اخت ابشالوم اخي. خلي بالكم هنا عشان يريح ضميره، مش بيقول سمار اختي، يعني بيقول سمار اخت ابشالوم اخي. بس هي برضو هو في حته حقيقي فيها، ان هما كانوا البنت بتشار اليها باسرتها، يعني فهو بيتكلم على ان هو مش عامل هم كبير لسمار، هو خايف من مين؟ من ابشالوم. فقال يوناداب، ادي الحكمه بقى اللي تودي، اضطجع على سريرك وتمارض، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع سمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فأكل من يدها. قال يعني نفسه مسدودة وعايز سمار هي اللي إيه؟ أكل بنات. أنت عارفين لما يقولك ده أكل بناتي، عايز سمار هي اللي تيجي إيه؟ تطبخ له، ولما يشوفها وهي بتطبخ الأكل قدامه نفسه هتتفتح. يعني بيتلائم على مين؟ على أبوه. فاتجع أمنون وتمرد، فجاء الملك ليراه، فقال أمنون الملك: دع سمار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فأكل من يدها. فأرسل داود إلى سمار إلى البيت قائلا: اذهبي إلى بيت أمنون أخيك وعملي له طعاما. داود مش واخد إيه؟ فذهبت سمار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه، وخبزت الكعك وأخذت المقلال والحاجة اللي بيسووا فيها، وسكبت أمامه، فأبى أن يأكل، نفسه يحرم مسدودة. وقال أمنون: اخرجوا كل إنسان عني. الناس موترينه، يعني مش عارف يأكل. وهنا يوريك الشهوة، الشيطان هو اللي بإيه؟ بيحركها. فخرج كل إنسان عنه، ما هو ابن الملك. ثم قال أمنون لثمار: ائتي بالطعام إلى المخدع فأكل من يدك. مش عايز ياكل غير فين؟ في السرير. شفتوا الاكل في السرير بيعمل ايه؟ اهو. فاخذت سمار الكعك الذي عملته واتت به امنون اخاها الى المخدع وقدمت له لياكل، فامسكها وقال لها: تعالي واضطجعي معي يا اختي. هل هذا حب؟ ده ايه؟ شهوه.
كونه ان هو يوصل به الامر لكده يبقى يوريك قد ايه ان هذا الانسان كانت شهوته اللي بتحركه. والانسان اللي شهوته بتحركه هي مش بتحركه نحو انسانة واحدة، ده بتحركه نحو ايه؟ كتير. يعني حتى لو خدت مثل تاني زي مثلا محبة القنية، لو شهوة الانسان القنية، تلاقيه مثلا اشترى بيت، يقول لك ابونا طب احنا محتاجين برضو حاجة تانية برضو يعني للعيال، وبعدين للأحفاد، وبعدين اللي مش عارف ايه، وبعدين نقول له يا وارث مين ايه يورثك. سلسلة لا تنتهي. الشهوات بالضبط عاملة زي المية المالحة، كل ما تشرب منها لا ترتوي، تتنك عطشان على طول. سمار كانت عاقلة، ومش بس رفضت، دي قدمت له حلول كمان غير تقليدية. فقالت له لا يا أخي، بتفكره إن هو إيه؟ أخوها. لا تزلني، يبقى هنا بتفكره بإن عار الشعوب الإيه؟ الخطية، عار الشعوب الخطية. لا تزلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. كلمة رائعة جدا. كتير إحنا وإحنا بنخطي بنفكر إن الموضوع ده موضوع يخصنا إحنا، وإن ده اختيار شخصي. احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح، ما ينفعش واحد يبقى اصبعه فيه دمل ونقول على الجسد سليم، او ما ينفعش واحد يبقى عينه فيها كاتركت مثلا ونقول ان الجسد ده سليم. لذلك هنا الخطيه كانت بالنسبه لها هي افساد للامه، افساد لشعب اسرائيل، بالضبط زي ما ربنا قال ليشوع على سرقة ايه؟ مين اللي سرق؟ مين اللي سرق وقال له في وسطك حرام يا اسرائيل؟ عخان. قال له في وسطك حرام يا اسرائيل. طب ربنا انت بتعاقب الشعب كله على خطية مين؟ على خطية واحد من الشعب. فهنا البنت دي كان عندها هذا الوعي، انها بتقول له لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. عايزة تقول له إن إحنا أمة مقدسة. إحنا إيه؟ أمة مقدسة. لا يليق بينا كأمة مقدسة إن إحنا يوجد في وسطنا أخ يعتدي على إيه؟ على أخته. لا تعمل هذه القباحة. يعني مرة تقول له لأ، ومرة تقول له لا تزلني، ومرة تقول له لا تعمل هذه الإيه؟ القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ جميلة قوي سمار دي، إنها مقدرة المجد اللي هي فيه كعذراء كبنت للملك. وأنا نفسي إن كل واحد فينا يقدر إن نفسه عذراء. الموضوع مش مرتبط بالجواز. بولس الرسول بيقول قد خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فهنا أنا عايز أقول إن أنا عايز أقدر إن أنا نفسي عذراء للمسيح، فأعرف إن خطيتي هي إهانة لجسد المسيح أو للكنيسة، وعايز أقول إن دي قباحة، وعايز أقول إن ده عار إن أنا أفقد هذا الإيه؟ هذا المجد اللي ربنا خلقني فيه. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ لكن احيانا احنا بنخطي وما نحسش ان الخطيه دي ايه؟ عار، ونفكر ان فيها قرار شخصي. واما انت فتكون كواحد من السفهاء في اسرائيل. يعني في حاجه اسمها يو اتيتيود. يو اتيتيود يعني ايه؟ احيانا ما اكلمك في موضوع ما يهمكش ما تتاثرش، لكن لما اقولك انت هتطول لو اكلت الاكل ده، ولا هتقصر، ولا هتبقى عينيك خضرة، ولا مش عارف ايه، تقوم انت ايه تسمعني. فهي بتقول له أنت لو أخطأت هذا الخطأ هتصير مثل أحد الإيه؟ السفهاء. ده هو مين؟ ده هو ولي العهد، ده هو اللي مفروض يبقى الملك بعد مين؟ بعد داود. يعني هي بتفكره بالكرامة اللي إيه؟ اللي ليه. شوفوا الدفاع بتاعها جميل إزاي. أول كلمة لأ، تاني حاجة افتكر إنك أخويا، تالت حاجة أنت بتزلني، رابع حاجة لا يفعل هذا في إسرائيل، إحنا أمة مقدسة، خامس حاجة بتقول له إن دي قباحة،
سادس حاجة بتقول له ده هيبقى عار عليا وأنا ليا مجد. وبعد كده سابع حاجة بتقول له إن أنت هتبقى كواحد من السفهاء. لقيت كل ده مش جايب إيه؟ نتيجة معاه، لأن الشهوة تعمي قلب الإنسان. Lost blind people. They act without any thinking. قالت له طيب مفيش غير حل واحد بقى. والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. Talk to your dad. He may permit it. لأن داود طبعا كان الملك فكان من حقه أن يعمل حاجة زي كده، ولو أن ده حسب الشريعة إيه؟ غلط. يعني ده الكلام ده كان مسموح، كان ممكن يحصل في أيام إبراهيم، لكن دلوقتي ما كانش الأخ ينفع يتجوز إيه؟ أخته. يعني حتى وافقت أنها تتجوزه، بس الأول بعد إذن إيه؟ بابا. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، وده اللي بقول لكم عليه البلايندنس بتاع الشهوة. تلاقي واحد غضبان من واحد تقول له يا حبيبي ده أخوك، دي مراتك، ده مش عارف إيه، لا 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 مش شايف حاجة، عامل زي الإيه؟ عربية من غير فرامل كده. فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها. هل في الحب في اغتصاب؟ يعني anybody can claim he loves somebody and rape him؟ مش ممكن. هنا أما يقول قهرها يعني اغتصبها. هل ده حب ده؟ مش ممكن يكون حب. ده تكميل لشهوة واتجع معها. يبقى هنا هو حقق الشهوة بتاعته. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. تخيلوا، يعني الرغبة اللي عنده الشديدة دي، الطاقة بنفس العنف اتحولت لطاقة كراهية بدل ما طاقة إيه؟ محبة. يبقى دي مش محبة خالص. طبعا الموضوع ده ليه علاقة كتير بالعلاقات الجسدية حتى، ويعني دايما بيبين الفرق بين العلاقات اللي خارج الزواج والعلاقات اللي داخل الزواج. خارج الزواج لإشباع رغبة استهلاكية، أما داخل الزواج فهي إعلان للإيه؟ للوحدانية. وقال دي الآية، دي آية مشهورة جدا بتاعت إن هو أبغضها أكتر من الحب اللي هو أحبها، ودايما بنقولها للولاد. وقال لها أمنون قومي انطلقي. قومي إيه؟ انطلقي. أنا مش عايز أشوفك بقى خلاص، أنت أنا خدت اللي أنا عايزه منك، مش عايز أشوفك. فقالت له لا سبب هذا الشر بطردك لي إياي. يعني أنا حاولت معاك وحاولت أعقلك وكل حاجة مفيش فايدة، وده أنت خدت اللي أنت عايزه، سيبني بقى أبقى مراتك. يعني النهاردة يعني هي راضية حتى إن هو بعد ما عمل كده إنها إيه؟ تتجوزه. لا سبب هذا الشر بطردك إياي، هو أعظم من الآخر الذي عملت به. يعني اعتداؤه عليها شر، ولكن شر الأكبر أنه يطردها. ده يوريكم أن إيه؟ هذا الإنسان كان عبارة عن إيه؟ رغبة بدون عقل ولا حكمة. فلم يشأ أن يسمع لها، وده يوريكوا الشهوة ما تسمعش، لا سمع لها لما بتقول له لأ، ولا سمع لها لما بتقول له سيبني أعيش معك. بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال أطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءها. يعني خلاص. وده يورينا أن الناس اللي بتبقى لها علاقات في الشهوة دي ينتقلوا من واحد لواحد لواحد. وكان عليها ثوب ملون، ده مجد العذراء بنات الملك، لأن بنات الملك العذراء كنا يلبسن جبات مثل هذه. فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها. الثوب الملون ده هو يعبر عن محبة الأب ليها، ودوت اللي احنا بالنسبة لنا هو ثياب المعمودية. فثياب المعمودية بخطايانا بتلوث. هنشوف بقى هي كنوع من الحزن على الخطية اللي حصلت لها بتعمل ايه. فجعلت سمار رمادا على رأسها. لما يبقى واحد حزين جدا ياخد رماد بيبقى اسود، لكن يعني زي يسود وشه، يعني انت سودت ايه؟ وش.
انذر. الذي عليها وضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة. أنا عايز بس تتخيلوا الصورة دي وتقارنوا محبة سمار للقداسة بكل واحد فينا لما بيخطي وبالنسبة له أوكي يعني فيش مشكلة، يعني مش لازم يزني، يعني ما الخطية خطية، لكن شوفوا هذه الإنسانة سودت وشها بالرماد ومزقت ثيابها وحطت ايدها على راسها وابتدت تصرخ. وده يوريك القلب اللي بيحب ربنا بصراحة، يعني القلب اللي بيحب ربنا يكون قلب حساس، فلما الخطية تخش يحس ان هو فعلا جرح. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون عندك ابن بيحبك قوي وعمل حاجة ضدك ويكون عنده ذوق ودم، يعني فأول ما تلاقيه عمل حاجة غلط يعمل ايه؟ يعتذر ويحس بالندم. لكن لو واحد مش فارقه معاه يخطي ويخطي تاني ويخطي تالت وايه وهكذا. فدي مثل جميل للاحساس بثقه للخطيه، ولا يمكن يحس بثقه للخطيه غير انسان يحيا في البر ويحيا في علاقه حب مع الله. اشبهها لكم بتشبيه بسيط جدا، لو انا رميت نقطه حبر على جلابيتي دي حد هيشوفها؟ طب لو حطيتها على فستان عروسة إيه اللي هيحصل؟ أهو حياتك بقى زي دي ولا زي فستان العروسة؟ أنتوا عارفين الموضوع ده، بس ياريت إن احنا يكون عندنا الحساسية الجميلة ديت. فقال لها أبشالوم أخوها: هل كان أمنون أخوك معك؟ واضح إن أمنون ده إيه؟ يعني عنده سمعة مش كويس. فأبشالوم كان من نوع صعب جداً. في ناس لما تتعرض لمشكلة they act ويخلصوا، وفي ناس يخزنوا، ولما يخزنوا بقى ربنا يكفيك شرهم. يعني في ناس كده لما يحصل لهم مشكلة يعاتبك، زي ما الكتاب المقدس إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، لكن في نوع واحد تاني بقى يقعد إيه يشيلها لك ويشيلها لك، وبعدين يجي الوقت بقى اللي ايه يردهم لك كلهم. ده نوع طبعا ما فيهوش ربنا. هو ما سألهاش غير السؤال ده، هو أمنون كان معاكي؟ ففهم ولا قال لها حاجة. شوف بيقول لها ايه: فالآن يا أختي اسكتي، أخوك هو. ايه الحنية دي؟ يعني ماشي، ما هو في بيتها، يعني المشكلة اللي حصل دي مش مشكلة، ما هو في بيتها. اللي يسمع أبشالوم وهو بيتكلم يقول ان ايه اللي عمله أمنون ده اوكي، يعني ما فيش مشكلة. يقول لها ايه؟ أخوك هو، يعني الحمد لله انا مش من حد غريب، دي مصيبة. وده يوريك ان هذا الانسان ايه في حاجة وراه، ده ليس قلبه، يعني دي مش صفح. لا تضعي قلبك على هذا الامر، يعني الموضوع ده انت ما تفكريش فيه. انا عايزكم هنا تشوفوا ثلاثة من ولاد داود في علاقتهم بالخطية وعلاقتهم بربنا: أمنون رجل الشهوة، أبشالوم رجل المكائد، وسمار هي الإنسانة البرة النفس العفيفة المحبة لله. فأقامت سمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. قعدت في بيت أبشالوم مستوحشة، يعني حاسة بقى بالغربة والألم لأنها ما تقدرش تقعد في بيت العذارة تاني، خلاص فقدت عذراويتها فما تقعدش في البيت ده. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثمار أخته. طبعا هنا في حتة خطيرة جدا، آية 21 يقول: ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا. سامحوني، يعني عارفين لما واحد يبقى فيه بطحة على راسه فايه فيقوم يعني ايه بيلم نفسه؟ يعني طبعا هو عارف ان اهل بيته عارفين باللي عمله مع بتشبع واللي عمل مع اوريا،
فهو مش قادر. إن كان رب البيت فشيمة أهل البيت، فدي المشكلة. يعني أنا النهاردة ما أقدرش يبقى أب بيقعد يتفرج على باد ويب سايتس وبعدين ابنه يزنقه ولا يشوفه، وبعد كده الأب ده يكون عنده أي نوع من يعني الوش إنه هو يقول لابنه ما تشوفش ويب سايتس وحش. بالضبط هي 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 هي. عارفين لا تعايرني ولا عايرك، هي كده. فداود كل اللي مضايقه ان ده بيحصل بين ولاده. لكن هل داود خد موقف مع أمنون؟ هل ده البكر اللي كان يؤتمن على المملكة؟ أبدا. للأسف، ودي أنا بقولها بحزن، يعني ان داود شابه عالي الكاهن. يعني احنا النهاردة في صمويل الثاني 13 بيرجعنا داود لسكوير 1 في صمويل الأول 1، اللي هو أب متساهل وأب يعرف أخطاء ولاده وإيه ولا يفعل شيء. ليه؟ لأنه هو عارف أنه هو أخطأ. فالنهاردة ما بقاش أنا بعمل حاجة وحشة وأقول لك أنت بطلها، طب ما تبطلها أنت الأول. وده بنسمعه كتير. يعني عارفين كلمة شوف نفسك؟ شوف نفسك بنسمعها. والعيال عندنا very smart. شوفك مثلا حد بيكلم حد في تليفونه بيكذب عليه، وبعدين هو يجي يكذب عليك تقول له عيب يا ولد ازاي تكذب، روح اعترف. طب وانت رحت اعترفت لما كذبتي على طنط في التليفون وعملتي مش عارف ايه؟ ليه؟ لان الولاد هم اقرب ناس لينا، احنا كشفين بعض، كل حاجه واضحه. فداود هنا يا ريت الا تترك نفسك تحت وذر معين او خطيه معينه بحيث ان انت ما تقدرش تروح تقول لاولادك صلح نفسك في الحته دي. كون ان ابشالوم ما اتكلمش امنون لا بشر ولا بشر ولا بخير، دي علامه الايه؟ الخطر. طبعا ابشالوم ابغض امنون من اجل انه اذل ايه؟ سمار اخته. ومش بس كده، هو عنده سبب تاني، ان امنون ده كان مفروض ولي العهد، فهو اداله كده السبب اللي هو ايه؟ يشيله. وكان بعد سنتين، شفتوا ابشالوم قعد قد ايه شايل الحقد في قلبه؟ احبائي انا بشوف ناس قلوبها مخزنه حقد على ناس سنين، مش سنتين زي ابشالوم، سنين. يقول لك لا اصل انا عمتي اللي ماتت دي احنا ما كناش بنكلم بعض. كلمش بعض ليه؟ اصل احنا علاقتنا وحشه. طب ازاي ده؟ يعني أبشالوم قعد سنتين بيجامل ويعامل أخوه معاملة إيه؟ كأن مفيش حاجة. أنه كان لأبشالوم جزازون في بعل حاسور. جزازون لما بيجي وقت الغنم بيبقى الصوف بتاعه طويل، فبيجيبوا الجزازين دولت بيقصوا الشعر ده وبيتباع، فده يعني زي الحصاد، ده حتة فيها فرح بالنسبة لهم لأن فيه فلوس. فدعا أبشالوم جميع بني الملك، عامل حفلة يعني. وجاء أبشالوم إلى الملك وقال لو شوفوا خبسه قد إيه. رايح يدعي مين؟ داود نفسه. وقال هوذا لعبدك جزازون. واضح إن كان أبشالوم عنده ثروته يعني. فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. يعني تعالوا كلكم أنا أعمل لكم بارتي كبيرة كده، بيج بارتي ليكم. فقال الملك لأبشالوم لا يا ابني لا نذهب كلنا لألا نثقل عليك. رجل طيب قوي، مش عايزين نتقل عليك، احنا مش عايزين نكلفك. فألح عليه. وهنا هو بيعمل ايه؟ اكيد داود كان حاسس ان ابشالوم هيعمل حاجة في امنون، لكن هو عايز هنا يريح ايه؟ داود خالص. انا بدعيك انت اهو، يبقى ازاي انا بفكر في الشر وانا هقدر اقتل اخويا وانت موجود؟ ده انا عايزك انت تيجي. لكن هو في نيته فلم يشأ أن يذهب بل باركه. داود اتصرف كملك يعني، قال له ربنا يباركك روح أنت. فقال أبشالوم إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. ليه؟ لما ما يروحش الملك يروح ولي العهد مندوب كده، جابها له إيه؟ رسمي يعني كده. مين اللي قايل لأمنون يروح؟ دا
داود، لأن لو كان قال أبشالوم لداود تعالى ما كانش هيروح. لكن دلوقتي أمنون رايح ممثل لمين؟ وده يوريكوا الشر، شر أمنون وشر إيه؟ أبشالوم. إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. فقال الملك لماذا يذهب معك؟ أنت عايزه ليه يروح؟ أنت إيه حاطط له في دماغك؟ فألح عليه أبشالوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. يعني خد كل العيلة اللي إيه؟ خد كل ولاد الملك معاه. فطبعا هنا يوريك المكر. فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه لا تخافوا. شوفوا الشر قد ايه. أليس إني أمرتكم فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. هنا بقى واضح جدا إن أمنون ده ما كانش موضوع شهوة جسد بس، ده كان عنده مشكلة تانية في إيه؟ في الخمر. يعني كان عنده باكيج، يعني بيشرب ويشتهي وستات، فكانت حياته كلها حياة إيه؟ في الشر. وهو اللي وصل نفسه لإيه؟ لكده. عشان كده احنا نقدر نقول هنا بيكمل كأس إيه؟ غضبه. يعني ربنا اداله السنتين دول عشان يعمل إيه؟ يتوب. فراح أبشالوم أمر غلمان إن هم يقتلوا أخوه. وهنا يوريك نقطة تانية بقى القساوة. يعني إذا كان أمنون تقسى وأزل سمار، هكذا قساوة قلب أبشالوم إن هو يؤمر غلمانه بقتل إيه؟ أخوه. يا جماعة ده في ناس ما يتبحش فرخة، ده بيؤمر بقتل إيه؟ أخوه، وبيقول لهم ما تخافوش خليكوا ذوي بأس. فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغل وهربوا. أول ما لقوا إن أمنون الكبير بتاعهم اتقتل، كل ولاد الملك الباقيين بقى ما عرفش بعض طبعا كم واحد أو كم واحدة وواحد، كلهم عملوا إيه؟ هربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر. وهنا كل ده يوريكوا إيه؟ الحالة المزرية اللي وصل لها بيت إيه؟ داود. يبقى كده تحقق حاجتين في بيت داود، الشر إن ابنه زنب بنته، والإيه والسيف إن أبشالوم قتل أمنون. وفيما هم في الطريق وصل الخبر إلى داود وقيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك. وده ياخدنا الموضوع تاني اسمه الإشاعات. في مرة حد عمل بحث لطيف اسمه رحلة وصول الخبر. يعني if I will give you certain piece of information want to give it to the other want to give it to the other after 10 people you will see totally different thing. خالص حاجة اسمها رحلة الخبر. رحلة الخبر دي أما واحد بيقول حاجة اللي بيوصلها بإيه؟ بيحط لها شوية كريم شانتيه، وبعدين التاني يحط لها شوكولاتة، وبعدين اللي بعده يحط لها مش عارف إيه. ليه؟ لأنه كل واحد بيقول ما يعتقد في عقله. أنا أقول لكم حاجة أخطر من كده، ده كل واحد فينا بيسمع اللي هو عايزه. يعني أنا لو قلت لك حاجة دلوقتي، يعني النهاردة مثلا لو اتنين قاعدين قدامي، واحد بيحب أبونا قوي، فأي حاجة بيقولها أبونا يا سلام إيه الجمال ده، واحد تاني جاي كده مضطر ولا جاي لأي ظرف ولا أبونا ده مش هيخلص، وهم الاتنين قاعدين قدامي ونفس الكلام. واخدين بالكو ليه؟ لأن كل واحد فينا بيسمع اللي هو إيه عايزه. فتخيلوا بقى لما الواحد ينقل الكلام اللي هو بيسمعه هيعمل فيه إيه. فالخبر على بال ما وصل لداود كان قتلوا إيه؟ كل بني الملك. فقام الملك ومزق ثيابه واضطجع على الأرض وجميع عبيده. داود شاطر في الحتة ديت، قام من على العرش بتاعه ومزق ثيابه علامة الحزن واضطجع على الأرض وجميع عبيده واقفون وثيابهم إيه؟ ممزقة. يعني الرجل حزين على أنه هو فقد كل عياله. فأجاب يوناداب بن شمعي، وده يوريكو أن الخطية اللي عملها داود تأثيرها ماشي ورا إزاي. فأجاب يوناداب بن شمعي ده اللي هو الحكيم أخي داود وقال لا يظن سيدي أنهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك، إنما أمنون وحده مات. واضح أنه هو إيه؟ عارف كويس قوي إيه اللي بيحصل.
لأن ذلك قد وضع عند أبشالوم من يوم أزل سمار أخته. ودي الحكمة بقى هنا، عارف. والآن لا يضعنا سيد الملك في قلبه شيئا قائلا إن جميع بني الملك قد ماتوا، إنما أمنون وحده مات وهرب أبشالوم ورفع الغلام هنا وهرب أبشالوم. الآية صحيح بادية بيها، لكن دي نهاية موقف. يعني أبشالوم قتل أمنون وهرب، هنلاقيه دلوقتي بعد شوية راح عند جده أبو مامته، وأمنون اتقتل وبقيت ولاد داود كلهم إيه؟ رجعوا له. فرفع الغلام الرقيب اللي هو الناس النضرجية اللي هم بيبص عشان يشوف إيه اللي جاي، فشاف بقى أولاد الملك كلهم جايين، وإذا بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. واضح إن داود كان عنده إيه؟ كتير. فقال يوناداب للملك: هوذا بنو الملك قد جاءوا، كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذ ببني الملك قد جاء ورفع أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما. فهرب أبشالوم وذهب إلى تلمي ابن عميهود ملك جشور، ده جده ابن مامته أبو مامته، وناح داود على ابنه الأيام كلها. وهرب أبشالوم وذهب إلى جشور وكان هناك 3 سنين. يبقى استنى سنتين، الإصحاح اللي احنا فيه ده 5 سنين، سنتين استناهم لغاية ما انتقم، و3 سنين هربهم. وكان داود يتوق إلى الخروج إلى أبشالوم لأنه تعزى عن أمنون حيث أنه مات. يعني زي ما قال في ابنه الأول ابن بتشبع: هو لا يأتي إلينا، نحن نذهب إليه. فهو اعتبر أن أمنون ده مات وخلصت حكايته، يبقى أنا ببص عشان عايز مين؟ أبشالوم الولد القوي دوت اللي هو يرجع تاني. هنا في نقطة ملحوظة مهمة لازم نخلي بالنا منها، هو ان داود اصبح مشلول. He became paralyzed. يعني داود قدام الخطية، داود اللي قال يعني قبل كده وقف مواقف قوية، نلاقي ان هو قدام الخطية ما بيعملش حاجة. ابنه زنى مع بنته، ما عملش حاجة، اغتاظ. وابنه قتل ابنه، حزن، وبعد 3 سنين عايز ابنه ايه؟ يرجع تاني وخلاص. فده يوريك ان الانسان، انا مش بقول ان هو كان يقتل ابشالوم ولا حاجه، لان ابشالوم لسه هيأدب داود، لكن اللي انا عايز اقوله ان الانسان لما بيبقى واقع في الخطيه بيبقى خد عليها ومش قادر ياخد موقف ايه ضدها. فالحل هنا ان احنا نرجع لربنا ونقدم توبه قويه، بحيث ان الخطيه دي ما تبقاش من طبعنا، ويبقى الانسان عنده القدره ان هو يواجه الخطيه ديت، مش يتسالم معاها او يتعايش معاها او يحس انها اس اوكي. فهنا شفنا في الاصحاح ده الفرق بين الحب والشهوه، وازاي ان الشهوه اعمت قلب وعقل امنون فاذى اخته، وازاي ان الخطيه افقدت سمار بهائها، وازاي ان الحقد والكراهية بتاعت أبشالوم لأخوه خلته يبقى إيه؟ قاتل. عشان كده في العهد القديم قال لا تقتل، وفي العهد الجديد قال لا تغضب، لأن الذي يغضب هو الذي إيه؟ يقتل. فإن لم تغضب لا تقتل، واخدين بالكو؟ يعني عشان كده إيه؟ في كل حاجة في تدرج. الإنسان ما بيبتديش مثلا بالزنا، بيبتدي بنظرة غير ملتزمة، بعد كده يبقى أكتر فأكتر فأكتر. لذلك الإنسان مفروض إن هو إيه؟ احترس من الخطوة اللي إيه؟ الأولى. ربنا يسندكم ويرعاكم، له كل مجد وكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. في أي سؤال في الكلام ده؟ أي